مين اللي بيلعب دايما التشكيلات الاساسيه في الماتشات اللي بتلعبها؟ من اصحابي اللي بره ولا من اصحابي اللي في الوسط الفني؟ لا، من اصحابنا اللي في الوسط الفني. في الوسط الفني كتير جدا طبعا، راسهم كابتن سليمان عيد، استاذ علي عبد الله المنتج، شام عبد الخالق، احمد الصبكي، عندنا مجموعه الفنانين طبعا، عندنا ناس كتير جدا مش عايز انسى حد بقى. عندنا رامز جلال بقى، باحمد عز، بحضرتك سعد الدين، أيوة. مصطفى عبد الله طبعا، وصاصه بيجري ورايا يدي علينا في الملعب، محمود عبد المغني محمود عبد المغني برضه لعيب كويس والله، ما شاء الله عليه. وهنيدي لما بيلعب ايه وضعه؟ وهنيدي بيلعب كوره، جه لعب معانا كذا مره. هنيدي هنيدي على فكره كان بيلعب كوره، عنده سنس، عنده سنس لعيب الكوره. بس بيخاف من الوقعات، هو بيخاف لا بيخاف على نفسه، بيخاف على نفسه. ومثلا ممكن برضه يخنصر في اللعب شويه. تقول له هنيدي لا كوره عدت خط، يلا بعد خط، يلا نروح نلعب بعد خط يا عم. بس عنده سنس لعيب يعني.